نسيم المينا، عمري 14 سنة، دبلومي من من الكونسرفاتوار ناسيونال تونس العاصمة، نعزف بيانو وباتري. أول انسترومون مسيتو عمري وقت 3 سنين، باتري أول مرة وقتها خذينا باتري لعبة هكا نلعب، ياخي بعديك معناها عجبتني دونك كبرنا في الحلمة، خذيت باتري بروفيسيونيل معناها تسمى بروفيسيونيل ودخلت نقرأ باتري. بعد الباتري بيانو، بابا هو شد في صحيح في البيانو على خاطر من اللي باز نتاع الموسيقى، دونك دخلت عمري 5 سنين للريجيونال اريانا كونسيرفاتوار ريجيونال اريانا نعزف بيانو، بديت برومي نيفو وكيكا، وبعديك مشيت نقرا سولفيج وبيان سور سولفيج باش تاخذ ديبلوم ومعاها بيانو في الكونسيرفاتوار ناسيونال. اول حاجه هكا رسميه وكبيره معناها نتاع دو فالور هي دبلوم موسيقى عربية اللي وقتها معناها في 2017 وقتها كان عمري 11-12 سنة، وقتها معناها هذا دبلوم يسمح لك انك تقري في معناها تقري في المؤسسة التربوية موسيقى كي يبدا عندك الباك. عائلة فنية بامتياز من جدي سلاح المانع زين نحبه برشا نقدم له تحية، اللي عازف الناي المتميز وصانع الناية القلائل في العالم العربي نحبه برشا. بابا نوف المانع زيد كيف ميوزيسيان عازف ناي محترف وأستاذ في الجامعة كلية المسرح والموسيقى بالكيف، مجاله تحية هكا وجيت انا. بون فما بطبيعة واحد قرايته معناها ماشية مع الموسيقى، ما نعرفش توا نجمش نقول لك اسكو هي هواية ولا معناها خدمة ولا بوغ لو مومون هواية معناها متميز فيها وكهو، اما ان شاء الله في المستقبل يمكن تولي هواية ومعناها تولي خدمة، نجم تولي خدمة.